بس بكل تأكيد وجودك في النادي الأهلي واللي بيرتبط اسم رضا الوشي أكيد بالنادي الأهلي، أكيد يقول لك شوف شرف النادي كبير الأهلي. عندي. حسيت إن أنت اتظلمت في النادي الأهلي؟ لا أنا ما اتظلمتش في النادي الأهلي، أنا الظروف ما خدمتنيش إن أنا أكون موجود بشكل كبير في النادي الأهلي، ليه؟ لأن أنا لما رحت كان في أسامي كبيرة جدا، يعني متعب كان هداف الدوري، قبلها فيلافيو كان هداف الدوري، أسامة حسني مكسب النادي الأهلي كأس مصر 4-3، أحمد بلال، عبد الحميد حسن، خمس مهاجمين. ما انت بقى شاب لسه جاي من الدرجه الثانيه بتلعب منتخب مصر الاولمبي بتلعب وعندك طموح كبير جدا، بس في الاول والاخر انت جاي ناس كان باصين لك ان انت عندك 20 سنه وانت فما خدتش فرصتي بالشكل الكافي ان انا يعني اقدر اثبت نفسي ازاي اتعاملت مع جوزيف في المرحلة دي؟ لا بالعكس الراجل كان يعني من احسن المدربين اللي فرقوا معايا حتى على المستوى الشخصي فيما بعد في اوضه اللبس مع زمايلي. يعني الراجل بصراحة راجل عنده ما عندوش النجم الفرقة مش لعيب، النجم الفرقة اللي بيكسب كان الفرقة عندك يعني 25 دكة لعيب بره كانت يعني بس ما كانش سيطرة حد عليها، كانت كان ما صعبة. حدش يقدر يعني كل واحد واخد وضعه، كل واحد واخد حقه، كل واحد عارف شغله ايه، اللي ليك وايه اللي عليك بس. فما دي بصراحة الراجل انا ما اقدرش ان انا اقول ان انا ظلمت على قد ما اقول ان الظروف طب بلاش اتظلمت، ندمت اللي انت سبت الاهلي؟ اكيد اكيد ان انا كنت صغير، ويعني حتى انا كان المفروض زي دلوقتي كده ان الدوري خلاص حسم، الاهلي حسم الدوري، فهلعب خمس ماتشات اخر خمس ماتشات كنت المستر منو، حتى كان الراجل اللي هو اللي جايبني وكان واثق فيها بشكل كبير، فكنت المفروض العب الخمس ماتشات، اول ماتش لقيت نفسي ما بلعبش، تاني ماتش ما بلعبش، انا رحت للكابتن حسام قلت له بعد اذنك كابتن يعني ايه، انا كابتن دكتور انا بحب اللعب جدا، يعني انا عاش الله. بحب اللعب جدا، فقلت له يا كابتن حسام بعد اذنك انا عايز امشي من يعني تمشوني تودوني اعاره اي حاجه، بس محتاج ان انا اخرج العب يعني. فرحت المقاولين والحمد لله ربنا سبحانه وتعالى من احسن سنة عمري 3 سنين في النادي من هدافين الدوري وعملت اسم كويس يعني. البعض